حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور نبيل أبو الفتح، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بعد التحية دكتور، طبعا ما أهمية إنشاء شركة حكومية لاحتضان مشاريع تعنى بالأمن الغذائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حبيت بس أعرج على سياسة الوزارة. طبعا اليوم في الزراعة والثروة السمكية أصبح الهدف الاستراتيجي طبعا هو الأمن الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي. طبعا وبعد توجيه جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه في خطابه اللي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من فصل التشريع الخامس لمجلس الشورى والنواب، وجه جلالته إلى تنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج النباتي. طبعا احنا استعنا وضعنا خطة واستعذنا بجهات وخبرات محلية وإقليمية وعالمية على أساس نضع الخطة لتنفيذ هذه المبادرة. نعم. وجه جلالة الله يحفظه لتخصيص 6 أراضي على مستوى المملكة بحيث تكون هناك أرض واحدة على الأقل في كل محافظة لإنشاء هذه المزارع. طبعا الخطة أن تخصص هذه المزارع لإنتاج الخضار الرئيسية بتقنية الزراعة بدون تربة، وهي تتميز بهذه التقنية بكثافة الإنتاج والاقتصاد الكبير في كمية المياه المستخدمة، حيث يصل التوفير في المياه إلى 95%، ويمكن أيضا فيها التوسع العمودي، والهدف هو رفع الإنتاج من الخضار إلى 20% بدل 10%. أيضا في الاستزراع السمكي الهدف أن احنا نرفع الاستزراع السمكي أو الناتج المحلي الناتج من الأسماك من 50 إلى 62%. طبعا وجه دلالته أيضا إلى أسرة المزارعين في هذه المشاريع، أن تؤسس شركة تضم كل المشاريع هذه اللي بنسويها تحت شركة واحدة يخصص جزء من أسهمها للمزارعين والصيادين، أول شيء لدعمهم وأيضا الاستفادة من خبرتهم، وأيضا إدخال الشباب اللي عنده رغبة في الانخراط في مثل هذه المشاريع. الشركة إن شاء الله بتأسس العام الحالي وتضم جميع المشاريع اللي بنسويها على مستوى المحافظات كلها، وبيكون جزء من أسهمها لأصحاب البهنة سواء كانوا هم مزارعين أو صيادين، دعما لهم للاستفادة من خبراتهم، وأيضا إدخال البحرينيين مرة ثانية في هذه القطاعات المهمة اللي تساهم في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي. نعم، سعادة الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.